أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل لربك وانهر. إن شانئك هو الأبتر. بسم الله عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليك وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكمال صلوات فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أما فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فقال يا الله إني يشم عنك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين
قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه، فكنت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني والثمرة فاضي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فكنت نعم من جدك وأخاك تحت الكساء، فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اختاره الله. أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أظنت لك. فدخل معهما تحت الكساء، فعقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فكنت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فعقبل عليا نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لباي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء فلما اكتملا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بترفي الكساء وما بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحمتي، لحم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمها ويحزنني ما يحزنها، أنا حرب لمن حاربها وسلم لمن سالمهم عدو لمن عادها ومحب لمن حبها، إنهم مني وأنا منها. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، واظهب عنهم الرزق وطاهرهم تطهيرا.
محمد وآله محمد وعجل. فقال الله عز وجل: يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلك يدور ولا بحرا يجري ولا فلك إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساي. فقال الأمين جبرائيل: يا رب، ومن تحت الكساي؟ فقال عز وجل: هم أهل بيت النبوة ومعدل الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. الله صلى على محمد. فقال جبرائيل: يا رب، أتأذن لي أن أهبت إلى لأكون معهم صادسا؟ فقال الله: نعم، قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال: السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى، يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام، ويقول لك: يا وعزتي وجلالي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. وقد أضللني أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله: وعليك السلام يا أمين وحي الله، إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساي، فقال لأبي: إن الله قد أوحى إليكم يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي: يا رسول الله، أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساي من الفضل عند الله؟ فقال نبي: والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض، ففيه جمع من شيعتنا ومحبينا، إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفل بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي: إذا والله فزنا وفاض شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا: يا علي، والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض، وفيه جمع من شيعتي
قمح حبينا ففيهم مهموم لله وفرج الله عما ولا مغموم لله وكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته فقال علي ندم الله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فاذوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك لحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وسلم تسليما كثيرا كثيرا.